رينادا محمد عليو، فنون رقميه. هو الامتحان العربي كان لذيذ وحلو وكده، ونفس برضو الشيء للدين، كان يعني انا شايفه انه كويس جدا ومناسب، يعني ما فيهوش حاجات غريبه ولا حاجات عشوائيه. يعني في اي اسئله وقفت قدامك في العربي، حاجات كانت صعبه مثلا اول مره تفهمها؟ حاجات بس يعني عادي، اللي هي ايه بالسنس بتاع الطالب او كده، المفروض يبقى عنده المهاره انه يعرف يجيبها. عامه النحو كان فيه مشكله او كده ولا الدنيا؟ لا كله من المنهج، يعني ما فيش حاجه شاذه او ايا كان. التربيه الدينيه كانت ما كانش قوي، يعني كان وسط، بس كان في نفس الوقت مش اللي هو وحش، عادي يعني بيتحل. محتاجه وقت زياده ولا الوقت بالنسبه لك؟ لا الوقت مناسب جدا، شايفه ان الاوقات اللي هي مديها لنا كويسه، وكمان في وقت زياده الواحد بيراجع كده وايا كان. مروان هشام، تخصص ذكاء صناعي. لا العربي كان سهل الحمد لله، هو الدين كان البساط الحمد لله. هو بس كان في يعني لفته، مش لفته، اللي هو التعبير الابداعي جديد، بيقول لي اطلب طلب وظيفه، ده اول مره يجي من مسيرتي التعليميه، ان انا في سته ابتدائي ما جاتش دي قبل كده خالص، ولا درست في منهج ولا حاجه. لا 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 خالص، اول مره تيجي خالص. لا لا باين، لا باين العربي كان لذيذ، يعني القراءه الحلوه، النصوص عارفينها، النحو بسيط، كان سهل الحمد لله. علي سمير، قسم ارتفيشال انتليجنس، مدرسه اتش اس تي. امتحاننا النهارده كان امتحان عربي ودين، الحمد لله امتحان ما كانش صعب ولا سهل، يعني امتحان متوسط، يعني طالب متوسط، والناس كانت كويسه قوي يعني كمراقبه وكده، يعني على اعلى مستوى، والناس محترمه جدا يعني، وكانوا متعاونين جدا معانا النهارده. يعني الامتحان كان فيه جزئيات صعبه ولا؟ اكيد يعني في حاجات تريكات كده، اللي هو باين بس اللي ذاكر من اللي ما ذاكرش، بس مش اكتر. التعبير كان فيه جزئيه جديده، اللي هي احنا متعودين ان هي برقيه دايما، لكن هم جابوا النهارده طلب وظيفي، هو يعتبر شبه البرقيه شويه، بس يعني كان اللي ذاكر يعني كان ممكن يجاوب اي حاجه، يعني مش ما تسابش فاضي يعني. الدين كان كويس؟ الدين كان كويس جدا، يعني ما فيش اي حاجه طلعت بره المنهج يعني. مارتينا سامح، ايه انا في الرقميه. اللي بيقف معانا بالعربي كان كويس. في اي اسئله وقفت قدامك؟ لا لا الحمد لله، يعني اللي مذاكر فالدنيا تمام. يا كل الاجزاء من الامتحان كانت سهله، النحو يعني كان في تكات بسيطه يعني، بس يعني كويس. يعني نقول الامتحان في مستوى الطالب العالي مثلا ولا المتوسط؟ المتوسط. طيب التربيه الفنيه كانت كويس؟ كانت كويس الحمد لله. Vivo.